إنها غراس الجنة، إنها غراس الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على أبينا إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد، يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن حبان. فعجبا لمن يقنط وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجبا لمن يقلق وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجبا لمن استثقل شيئا أو استبطأه وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا والله وبالله وتالله إن ذلكم لهو التفريط بقضه وقضيه.